ولمعالجة عفوا مختلف النقائص التنموية بولاية غليزان، تم تخصيص غلاف مالي يفوق 500 مليار سنتيم لتطوير 389 مشروع تنموي في مختلف القطاعات بكل بلديات الولاية. يقول حمزة زروبي. تخصيص غلاف مالي يفوق 500 مليار سنتيم خلال سنة 2024، وهذا لمعالجة مختلف النقائص التنموية بمختلف القطاعات وبكل بلديات الولاية. الاستفادة من مبلغ إجمالي قوامه 531 مليار سنتيم سمحت بتسجيل 389 مشروع. الانطلاق الفعلي لهذه المشاريع على أن يتم تحديد تاريخ 30 سبتمبر المقبل كآخر أجل للانتهاء من إنجازها. هذا البرنامج مس بدرجة الأولى قطاع التربية لتحسين ظروف التمدرس وقطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، وهذا لفك العزلة وتنمية المناطق النائية. تم تخصيصه لكافة البلدية، 38 بلدية استفادت من مبالغ مالية مست تقريبا كافة القطاعات، قطاع الري اللي أخذ حصة الأسد، عندنا قطاع التربية أيضا استفاد من هذا المخصص المالي، قطاع الأشغال العمومية، قطاع الطاقة، الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومختلف القطاعات الأخرى تقريبا كلها مست الإعانة هذه، مست هذا الجوانب لفائدة البلديات. احترام أجل إنجاز هذا البرنامج التنموي سيمكن من تدارك الاختلالات التنموية بمختلف بلديات الولاية، وهذا الاستفادة من برامج تنموية أخرى مستقبلا.